صلى حن رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس جدد وقوفه إلى جانب سوريا فيما تتعرض له من حرب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وأكد المطران حن أنه لم تقف دولة عربية مع فلسطين وقضيتها كما فعلت سوريا، ولم يحتضن أي عربي الفلسطينيين كما فعل السوريون. لا يليق بنا إلا أن نعبر عن تضامننا مع سوريا مجددا التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني. عام 1948 استقبلت النازحين واللاجئين الفلسطينيين واحتضنتهم، واحتضنت القضية الفلسطينية ودافعت عنها، احتضنت المقاومة، احتضنت كل الأبطال والمناضلين الذين وقفوا في وجه إسرائيل. كما وأود أن ألتفت أيضا إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي لبنان وفي كل الأماكن وخاصة في سوريا، أولئك الذين يعيشون معاناة الشعب السوري، أولئك الذين يتألمون ويتعذبون مثل الشعب السوري، أقول لهم كونوا أوفياء لهذا البلد الذي احتضنكم. ونحن متأكدون ونحن على يقين بأن سوريا ستخرج من محنتها وستنتصر على أعدائها لأنها على حق، وسنبقى مع سوريا لأن سوريا بالنسبة إلينا هي عنوان الكرامة، هي عنوان الشهامة، هي عنوان القومية العربية، هي عنوان الوطنية، هي عنوان الأصالة.